مرحبا ترحيبة شانها شان ترحيبة بهل الوفا والجمايل ترحيبة تبقى على مر الأزمان مضمونها سلم الجدود الأوائل مضمونها مبسوطين كلنا والأحباب متجمعين والفرحة لما تسمع يا محلى جمعتنا مرحبا ترحيبة شانها شان ترحيبة بهل الوفا والجمايل ترحيبة تبقى على مر الأزمان مضمونها سلم الجدود الأوائل مضمونها سلم الجدود الأوائل الدنيا بوجودك عطرها نسنا ورودك بسمتك أغلى وعودك غير عن كل الملك لذة الدنيا بوجودك عطرها نسنا ورودك بسمتك أغلى وعودك غير عن كل الملك. طبعاً كما وعدناكم أعزائنا وزوارنا الكرام بالعديد من الفواجات والأشياء الحلوة والمميزة لكم أنتم حضورنا الكرام على تميزكم وحضوركم الراقي أيضاً على حضور مؤسسة وثائقي والتصوير. أعطونا تحية يا جماعة, أعطونا تحية, أعطونا تحية 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 وصل التلفزيون يا جماعة, الله يعطيكم العافية. طيب الآن أبغى أسألكم سؤال يا جمهور, وش رأيكم مين أفضل مهرج عجبكم من المهرجين كلهم؟ أفضل مهرج عجبكم من المهرجين كلهم مين؟ اسمع على الاثنين الاثنين. طيب اللي يقول وين 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 نتواصل مشاهدي الأحبة, ويسرنا أن نلتقي مع سعادة الأستاذ خالد نجدي مدير شؤون الإعلامية في اتصالات السعودية في منطقة المدينة المنورة. أبو وليد نقول لك حياك الله معنا, كل عام وانت بخير. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله والجمهور كلهم بخير. والله ما شاء الله يعني السنة هذه كان الاحتفال شيء جميل جدا, وكان المهرجان على على يعني على شكل كبير جدا من الروعة, وما كان حتى متوقع الشكل اللي كشكل أوبريتر, سواء الافتتاح سواء جودات الأمانة سواء تشريف سمو الأمير للمهرجان, كان يعني في دور فعال, جميع القطاعات الحكومية كانت شغالة, الاتصالات كان ما شاء الله تبارك الله راعي رسمي, وكان مدعوم فعلا من الأمانة, وإحنا نتمنى أنه دائما تكون لنا مشاركات مع الأمانة مع جميع القطاعات الحكومية لدعمها
في أي رعايات هم يحتاجوها إن شاء الله. الحمد لله طالما أنه في احتكار مثلا لأمانة، أخذنا العقد مع أمانة منطقة المدينة المنورة لمدة سنة رعاية مهرجاناتها، فهذه طبعا حاجة بصراحة يشكر عليها الأخوان في الرياض، يشكر عليها الرئيس التنفيذي على المعلم قاموا به من أعمال بحيث أنهم يعني يعملوا لنا الصرح هذا والعقد مع, 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 مع الأمانة، ونتمنى أن إن شاء الله دائما تكون مع جميع القطاعات الحكومية بإذن الله. والله أنا أرفع أسماء آيات الشكر والتهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وولي ولي عهد الأمين وسمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظهم الله جميعا، وكل عام وأنتم بخير والمشاهدين إن شاء الله بخير. أنا رح أدرس وتعدل وضعي، بس أنت الله يهديك ما تعطي أحد فرصة، لا أنت ولا أي
زي ديل الكلب أعوج. ديل الكلب ما يتعدل أبدا. لا يا عمي الحياة تعدل ديل الكلب، حكتني الحياة ديل عرف الطريق السليم وصلت مواطن صالح. يعني انت كلب لا سمح الله. لا يعني تقدر تقول بينس وأنا اللي أطرق في النار وجاي أطرق بقى الألف فوق راسه وما حد بياخذ مهلي أنا. تعال تعال أجلس يا كلب أجلس. أنا عارف حركات العسكر والمحققين، أنت وين نفسك سوق طقاقات، وأنت في الأساس عسكري، وين رحت؟ وين كنت بقال حادث؟ الحين طلع من ظهر من الكفوف اللي أعطيته، الحين أكلتك من العز فوق راسه، فوق تحت. فكيت! موجودات ايه هذا خلونا انت من العرس حط الصوت يلا حط الصوت يلا